حسين، أريد أسأل سؤال، وهذا السؤال يخلق مشكلة ضد أتباع أهل البيت. شنو هذا السؤال؟ أنت تقول لا يوم لا محيص عن يوم الخطة بالقلم، زين، وتقول أعلم اليوم الذي يقتل فيه، زين، وتقول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواضيش وكربلاء، يعني عندك معلومة هاي؟ زين، السؤال هذا ملك، هاي المعلومة منين؟ الله عز وجل هو علام الغيوب مسلم، لا يعلم الغيب غيره تبارك وتعالى، ولكن ما يمنع أن هذا الإله اللي هو علام الغيوب أن يختار بعض العباد ويعطيهم يمنحهم يفيض عليهم بعض المعلومات، يصير لما يصير عادي. فإذا علام الغيوب هو المولى تبارك وتعالى، كل ما هنالك الله، وما كان ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء. القرآن صريح في سورة الجن، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. قال الإمام الرضا: المرتضى هو جدي رسول الله ونحن ذريته. علي بن أبي طالب عندما كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني، يتحدث عما يجري وجرى، قام إليه أحد أصحابه قال له: يا أمير المؤمنين، تعلم الغيب؟ قاعد تخبرنا، تعلم الغيب ولا؟ قال: ليس بعلم غيب، هذا مو علم غيب. قال: شنو؟ قال: تعلم من ذي علم، تعلم من ذي علم، أنا المعلومات اللي عندي من رسول الله. قال إمامنا الصادق عليه السلام: لولا نزداد في كل ليلة جمعة لنفد ما عندنا. شوفوا، لولا نزداد في كل ليلة جمعة لنفد ما عندنا. إذن المعلومات الموجودة من الله، فإذا علم الغيب بإذنه تبارك وتعالى. الإمام أو النبي هو لماذا يعلم الغيب؟ شو تأمله؟ ليش يعلم الغيب؟ الإمام لماذا يأتي بالمعجزة؟ ليش معه؟ يعني إحياء الميت مثلا، أو شفاء المرضى، مو شكي؟ الإخبار بما تعمل مثلا، الغرض هو هذا، أن يحول الإنسان من كافر إلى مؤمن، هو هذا الغرض. لو يحول من الإيمان من الكفر الإيمان، وإما أن يزيد في إيمان، إيمان يزداد. بعبارة أوضح، إجا عيسى عليه السلام قال: أيها الناس، أنا رسول الله. قال له: شنو الدليل؟ طبيعة الحال، شنو الدليل أنت رسول الله؟ سألوني أنا، ترى أحيي الميت، إحياء الميت مسألة مو طبيعية، وشكل أو أداوي المرضى أو كذا، أو أبرئ الأكمة. وفعلا عندما يأتوا إليه ميت يحيي بإذنه تبارك وتعالى، فآمنوا أنه رسول. أما إذا صار البناء أن الإمام لو أخبر بالغيب الناس يكفروا، بالعكس يعني يرتدوا، هنا بعد الإمام يضطر أن يقول لا أعلم، لئلا يكفر، لئلا يرتد. ليش؟ لأن المستويات تختلف. إمامنا جعل باقر سلام الله عليه، أبو جعفر الباقر، جاء دخل عليه رجل من أهل اليمن، الإمام من شافه قال له، أخبره،
قال له مررت بسدرة في الشجرة، مررت بسدرة إذا مر بها التجار يستظلون بفيئها. هذا المسكين اندهش، قال له سيدي شمدري من أين لك هذا العلم؟ قال هو عندنا في كتاب. قال له أحدثه؟ قال له حدث. الإمام أخذ يتحدث، أكلت وشربت، جت منا ورحت منا، المسكين هذا اندهش. الإمام يحدثه بما جرى عليه. زين، بالأثناء جاء رجل إلى الإمام المعقل، هذا قاعد من أهل اليمن. الإمام إيش قال لهذا اللي هو من شيعته من أصحابه؟ إيش قال له؟ قال له رأيت جعفر؟ جعفر من هو؟ ابن الإمام المعقل. قال له رأيت جعفر؟ قال له لا. اليمني استغرب، قال له سيدي جعلت في داك ما رأيت أعجب. شنو هاي؟ الآن تخبرنا بأخبار السماء؟ قاعد أسمع منك الآن تسأل عن ابنك، تخبرني بأخبار السماء؟ موتيولا أعلم بطرق السماء. زين ابنك ما يدري وين راح؟ فالإمام سلام الله عليه أو النبي عليه أن شنو يكلم الناس على قدر عقولهم. فهالرواية ونظائرها من هالجانب. الإمام سلام الله عليه إذا ينفي العلم عن نفسه لماذا؟ لئلا تقول الناس بإلوهيته وربوبيته، يتحول من إنسان طبيعي إلى إنسان آخر. وهذا ما حدث لعيسى بن مريم عليه السلام وإمامنا علي بن أبي طالب. لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت. بعد أعلم اليوم الذي أقتل فيه وأعلم الساعة التي أقتل فيها وأعلم من يقتل من أهل بيتي وأصحابي. حسين